جمهور متعطش من الجانبين حضر هذه المواجهة بين فريق حسنة أكادير والنادي القنيطري، المقابلة التي قادها الحكم السيد زداني. المباراة لم تخلو من فرص التسجيل وعلى الخصوص في الجولة الثانية. أبرز الفرص كانت لفريق الحسنية إلا أنها لم تستغل. هنا محاولة ثانية بوسط عمر نجدي، وهنا فرصة أخرى وكانت الأبرز لفريق الحسنية بواسطة فتيحة، تمريرة من طريق شاكور، وهنا كانت المحاولة لفريق نادي القنيطري بواسطة اللاعب الدافي. الضغط المستمر لفريق حسنية أكادير خلق ارتباكا في دفاع فريق نادي القنيطري. هنا العملية التي أعطتها الهدف، تمريرة نحو العلولي الذي لم يضيع الفرصة وسجل الهدف. دفاع فريق النادي القنيطري اعتقد بأن هناك تسلل هدف، إذا احتج عليه فريق النادي القنيطري واعتبره مدرب النادي القنيطري السيد كركاش مقصودا من طرف حكم الزدني. ضد الوداد البيضاوي فاسي بوحزمة ما صفرناش ضربة جزاء واضحة وتسجل علينا هدف قاتل في الدقة 91 ونهاز النادي القنيطري بسبب التحكيم. الآن نفس الكرة ضربة جزاء واضحة ونهازمنا في الدقة 90 والهدف ماشي مشروع لان كانت كان 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 شروط. علاش؟ لان السي الزداني نفس المشاكل نفس الاخطاء اللي دار العام الفارط وعندي مشكل معاه شخصي، ها وتيسبوندا هو وتيسبونديت انايا. والان انا ما فهمتش فراغ هذه الكره ديالنا، كان ميساج كنقولوا للجنه التحكيم راجع الاوراق ديالها في بعض الحكام، ما كنقولش كلشي الحكام لان عندنا حكام في المستوى، مع الاسف كنطلبوا غير الحكام في المستوى يجي يديروا لنا المقابلات ديالنا. راه داخلين اور جو دونك عاش ما عاش الله اعلم، ماشي هذاك اللي شده، هذوك اللي غاديين بها غاديين يقيسوها غاديين لاعبينها، دونك السونتر دايز لهم باش يتحط لهم على الراس، دازتهم فاتهم طاحت على الاخر دخل ماركا وحق الاربيط. اش غنقول لك؟ مدرب حسنة أكادير عبد العزيز ايجودي اعتبر ان الاراده القويه للاعبين كانت وراء هذا الانتصار. مرة أخرى أن الإرادة اليوم كانت، لأن اللاعبين طلبنا منهم باش يلعبوا 90 دقيقة وآمنوا حتى الدقيقة الأخرى وجابوا الفوز، وكما يقولوا تحية لهم رغم الغيابات الخمس اللي كانوا اليوم.